السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد الغريبة اللي سهلة في التحضير وكذلك في المقادير، ولكن كتجي بنينة بنينة بزاف ومعلكة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الغريبة، عندي هنايا ربعة يعني 250 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته واحد شوية، يعني ماشي بزاف، محمر غير شوية وطحنته كما كتشوفوا، راه مطحون يعني مزيان. عندي هنايا ربعه ديال الكاوكاو اللي حتى هي غير صهدتها، يعني فاش جبت الكاوكاو مسحتو بواحد الزويف اللي فازك باش تحيد منه داك الغبار وداكشي اللي تيكون فيه، ودرتو في الفران غير يتسهد واحد شويه، وحتى هو طحنته مزيان كما كتشوفوا. عندي كذلك هنايا معلقه ديال الزبده تكون نوعيه جيده. عندي نص كاس ديال الزيت النباتيه. عندي هنايا جوج ديال البيضات، جوج اكياس من الخميره ديال الحلوى. عندي هنا كاس ممتلئ ديال السكر حبيبات او سنيده. عندي هنايا البيض ديال البيضه وحده، في غادي نفند الغريبه. وعندي زنجلان حتى هو غادي نفند فيه الغريبه. وتما بقات ليا الاصفر ديال هاد البيضه، ربما ما يقدنيش جوج بيضات، غادي نضيفها كنخليها احتياطيه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. ندوزو دابا للطريقه. على بركه الله غادي نبدا، وغادي نوضع الزنجلان. كما قلت لكم هنايا عندي 250 غرام يعني ربعه ديال الزنجلان. غادي نضيف عليه كاوكاو، نحاول نخلطهم. كما قلت لكم بالنسبه للزنجلان حاولوا نطحنوه مزيان باش يطلق شويه داك اللدان ديالو، ما تخليوش هكاك يعني غير يمهرمش، ولا خصو يتطحن مزيان. غادي نضيف عليه دابا جوج اكياس ديال الخميره، كل وحده من فئه 8 غرام. نخلط، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده. كما قلت لكم الاحسن تكون يعني جوده اللي هي مزيانه، وهاد الزبده هي اللي كتخلي لنا الغريبه كتبقى يعني رطبه واحد المده وكتخليها معلكه. غادي نخلطها مزيان مع هادشي مع مطلق. غادي نضيف كاس ديال سكر حبيبات. ودابا غادي نضيف جوج ديال البيضات. غادي نخلطهم مزيان، نحاول كما كنقول نعركها بحال هكا باش كتجي معلكه الغريبه من الداخل. ودابا في الاخير غادي نوضع داك نص كاس ديال الزيت، ما كملاش نص كاس يعني ربع كاس فقط. وغادي نخلط مزيان هاد الغريبه، نحاول نمعكها بحال هكا. غادي نستمر بحال هكا غير واحد المده ديال دقيقه صافي، ومن بعد نعاود نطلق. صافي هادي الغريبه كما كتشوفوا كتجي هكا رطبه. دابا غادي نكورها تقريبا قد الجهد اللي كنديروا البهله، الغريبه ديال البهله تقريبا قد هكا صافي. ودابا غادي ندوزوها في ابيض البيض كما كتشوفوا على هذا الشكل كامله، ماشي يعني غير الوجه ديالها. ودابا غادي ندوزوها في الزنجبان، نحاولوا نبركو عليها في الوسط ديالها، فكتجي زوينه بزاف، كتجي زوينه ومعلكه ولذيذه. غادي نحاول ندير معكم كره واحده اخرى على هذا الشكل. غادي ندوزها في ابيض البيض كامل
ونعاودوها في الزنجله. بالنسبه اللي ما كيبغيش يفندها في الزنجله تقدروا تكوروها ودوزوها في السكر كلاصي، حتى هي كتجي زوينه بزاف. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. انا كملت الصينيه الاولى، مازال لي هنايا العجينه. غادي ندخل بعد هذه الطياب في الفران، الطياب العادي ديال الغريبه، يعني غادي نشعل عليها من الفوق حتى نشوفها تفقعات، عاد نولي نشعل عليها من التحت ونتلاقاو من بعد ما نخرجها من الفران. وهذا هو الشكل ديال الغريبه من بعد ما خرجتها من الفران. كما كتشوفوا كتجي مفقعه وكتجي زوينه بزاف ولذيذه. هذا هو الجهد ديال الطياب ديالها، هي كتجي محمره من التحت، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الحلوه هذه، ولا عجبتكم تخليوا لي لي كومونتير اللي كيزيدوا يشجعوني وكيحفزوني انني نعطي اكثر. بالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.